مباراة اليوم الدولي عبد الرحمن السلطان ومساعديه أحمد العتيق ومشاري الفهيد وحيدر شريدز. شوط ثاني وشوط المباراة الثاني وصافرة ضربة البداية لأبها القحطاني عبد الله إبراهيم. العودة وللدفاع ضربة البداية لأبها في وسط الملعب. حسام محاولة صافرة وخطأ لصالح أبها. ماذا دار في استراحة ما بين الشوطين وماذا كانت توجيهات رضا الجدي أو عبد الرزاق الشابي أو رضا الجدي؟ طبعا هم يسمونه جدي لكن عندنا السعوديين نسميه جدي، وكما تحدث بأن أحيانا هو نفس الكتاب لكن النطق يختلف من منطقة لمنطقة. خطأ لصالح أبها. شوف هذا الخطأ لسيدريك من تسبب في الكرة والكرة الثابتة الآن. حسام على تنفيذ الكرة الثابتة لصالح أبها في مكان جيد، والكرة الثابتة لأبها مع بداية شوط المباراة الثاني تنفذ وتصديدة وتصطدم وكرة فيها خطورة لكنها تبعد، والعودة من جديد لا زالت في أرضية الملعب داخل منطقة الجزاء. تتخلص الآن ومحاولة سريعة للعدالة، وهنا أيضا صافرة وخطأ لصالح العدالة. خطأ لصالح العدالة، شوف الخطأ الواضح للاعب حسين الخليفة، اللاعب اللي نزل مع نهاية شوط المباراة الأول حسين الخليفة بديلا لمختار فال. كرة محاولة الآن القرني هندرة، وفي خطأ لصالح العدالة، خطأ للعدالة وتحديدا عند اللاعب أندريا. محاولة الآن لصالح، طبعا ثلاثة مدربين حتى الآن تمت إقالتهم، نجران والكوكب والطائي، و11 ركلة جزاء احتسبت حتى الآن، سجل منها ثمان وثلاث ركلات أهدرت. خطأ الآن ويوسف فوزاعي التونسي على تنفيذ الكرة الثابتة للعدالة، وتوجيهات مستمرة من مروان فاخر، وحائط صد وتراجع لأبها وتقدم للعدالة، والكرة الثابتة لمين؟ يوسف تسديدة، تصطدم في حائط الصد، تعود من جديد، لا زالت لصالح العدالة يوسف فزاعي، لكن أيضا المتراجع القحطاني خلصها، والعودة من جديد في منتصف الملعب، لصالح العدالة. عودة من جديد لياسين بوفلقة حارس المرمى. بلال كواسيا، ياوا لاعب النشط في شوط المباراة الأول في صفوف العدالة. كواسيا في منتصف الملعب ينقل كرة جميلة بالرأس، تتخلص، تعود من جديد إلى الخليفة لكنها مقطوعة من كواسيا. سيدريك يبدأ بهجوم الآن على طريق الجهة اليسرى، القحطاني يتقدم، عبد الله إبراهيم، محاولة عبد الله على طريق الجهة اليسار، والتغطية حاضرة ومحاولة المرور وصافرة وخطأ، صافرة وخطأ على ياسين بوفلقة. القحطاني اللاعب النشيط الصغير المزعج ومن تسبب في ركلة الجزاء. شوف
لصالح. خطأ لصالح حسام الآن ينفذ داخل منطقة الجزاء تبعد تعود من جديد خالد الزيلعي يهيئ كرة هناك في الجهة اليمنى للقحطاني اللي انتقل عبد الله إبراهيم محاولة جميلة للزيلعي وجميلة الله كرة جميلة وإبعاد أجمل وردة فعل هنا وزعل واضح من بلال محمد شوف القحطاني شوف الزيلعي تحرك لعب للكرة من هناك وتحرك بدون كرة ولعب لكرة ذكية ولكن الحضور القوي والذهني هنا والمتابعة الأكثر من رائعة من بلال محمد يبعد الكرة الماضية كما أبعد كرة في شوط المباراة الأول إلا أن الحراس أعتقد حاضرين حتى الآن في مباراة اليوم الرأسية تبعد ولا زال خروج من حارس المرمى موفق وكرة سريعة الآن أمامية لصالح حسين الخليفة لكنها تبعد من هزاع عسيري بالرأس ما في أحد وسط الملعب للعدالة أعتقد بحاجة إلى صياقة من جديد وبحاجة إلى ترتيب أوراق وكرة تتخلص محاولة وبالرأس تبعد من ياسين بوفلقة مرتد الآن عبد الله الهميان يبدأ بهجوم ومرور من أكثر من لاعبين ويبدأ عن طريق الجهة اليسرى أنديريا يبحث عن مين تغيير جهة اللعب أقصى اليسار إلى اليمين إلى القرني هي كرة إلى حادر والتسديد لكنها إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب ركلة مرمى شوف لعب له كرة لكنها بعيدة أيضا وعدت بسلام على مرمى مروان فخر فاخر كرة أمامية سيدريك واسيا عبد الله الهميان إلى كواسيا في منتصف الملعب ينقل كرة جميلة باتجاه حسين الخليفة الرأسية تبعد والقحطاني يتابع ويكمل ومرور بشكل رائع جدا لكن الكرة تتخلص من الهميان يبدأون الآن القرني يبحث عن مين كرة جميلة ونقلة رائعة ولكن التغطية كانت حاضرة هناك من محمد حسام خلصها مرتدة سريعة بدأ الشوط الثاني أفضل مما كان عليه الفريقين في شوط المباراة الأول ولربما بدأ أيضا في محاولة وفي فتح بعض تكتيكات اللعب في أرضية الملعب من الفريقين التكتلات الدفاعية مرتدة سريعة الآن أربعة مقابل أربعة هجوم يبدأ يوسف ومرور بشكل السليم وإلى خارج الملعب ركلة مرمى إلى خارج الملعب هذا يوسف فوزاعي إلى خارج الملعب ركلة مرمى لصالح أبها المتقدم بهدف حتى الآن هناك أيضا الخليج متقدم على الجبلين محاولة مرور سيدريك يبدأ يحاول يهيئ الكرة والتسديدة إلى خارج الملعب أيضا في حالة تسلل في تغيير حاضر أربعة يقادر كمارة والبديل ثمانية محسن العيسى محسن العيسى تغيير أول لعبد الرزاق الشابي المدرب الغدير المدرب اللي لديه الخبرة الكافية واللي أعتقد مكسب قد يكون لأبها حاول الآن كواسيا في
منتصف الملعب عبد الرحمن القرني. كواسيا مرور من اول، تكتل وتغطية حاضرة، وهنا صافر ايضا. الخليج يسجل الهدف الثاني. اخر نتيجة وصلت لنا، نجران متقدم على النهضة. هذه النتائج اللي وصلتنا. في ايضا صافرة، وبطبيعة الحال نتيجة غير مرضية اطلاقا للعدالة. وهنا التونسي ياسين بوفلقة. حسام على تنفيذ الكرة، حسام الطبوبي من سجل هدف من ركلة جزاء بالرأس، تبعد في راية، في راية، في راية. وهنا أيضا المساعد الثاني العتيق أو مشاري الفيد، شوف، نعم نعم، قرار سليم، قرار سليم. محاولة الآن، مرور عبد الرحمن القرني يبدأ الآن عند رياح، محاولة هناك وهنا لكنها يحتفظ بالكرة، وكرة أمامية وبالرأس تبعد، تتهيأ لازالت داخل منطقة الجزاء، وإبعاد من مدافعي أبها. تعود من جديد عبد الله الهميان، العدالة يبحث، وتراجع لأبها، تشوف الصورة واضحة على شاشة القناة السعودية. محاولة الآن عن طريق الجهة اليمنى، أندريا يتدخل ويبحث، يحاول يحتفظ بالكرة، تراجع يهيئها إلى الراضي، الراضي يتقدم إلى أندريا من جديد، يهيئ كرة منقولة لكنها سهلة، سهلة لأحضان مروان فخر. إلى خارج الملعب. رمية تماس. تنفذ. قحطاني. والله عامل له شغل. عامل له إزعاج. إلى خارج الملعب رمية تماس. لصالح أبها أحمد النجعي. تنفذ عسيري. هزاع هناك لصالح محمد خنيفر أو خنفير، محمد سالم. صافرة وراية أيضا. رايا ايضا، تحدثنا بان الست لقاءات اللي جمعت الفريقين ولا لقاء انتهى بواحد صفر. اذا انتهت المباراة بهذه النتيجة ستكون النتيجة الاولى التي تنتهي بهذه في تاريخ لقاءات الفريقين. محاولة عبد الرحمن القرني عن طريق الجهة اليمنى. الآن يبدأون العدالة إلى حيدر، إلى ياسين بوفلقة. ياسين أندريا، محاولة تمويه، استحواذ بالكرة، نقل الكرة بشكل جميل إلى عبد الرحمن، يهيئ كرة هناك إلى عبد الله الهميان. تقدم كواسيا، كواسيا كرة جميلة لكن التغطية الدفاعية حاضرة. في لاعب واقع على الأرض. حيدر إلى الهميان،
محاولة استخلاص وبالتالي الكرة تبعد الآن، لا زالت في أرضية الملعب. ياسين بوفالقا مرور، ياسين يبحث عن مين، نقلة في أرض وسط الملعب جميلة، عبد الرحمن خاطئة تتخلص من سلمي أحمد باتجاه سيدريك، لكن الكرة إلى خارج الملعب، خارج الملعب، رمية تماس. رمية تماس. الفريقين العدالة سيواجه الجيل الأسبوع القادم يوم الأربعاء 10 أكتوبر هنا في الأحساء، بينما أبها يواجه الأنصار في الأسبوع القادم أيضا في يوم الأربعاء القادم 10 أكتوبر. هذه لقاءات الفريقين القادمة، لكن بكل طبيعي بكل تأكيد الثلاث نقاط من مباراة اليوم ثمينة جدا. وشوف كل المباريات، لأن الدوري بكل أمانة الدور الثاني تتغير الأمور إطلاقا. كرة بالرأس تبعد تتهيأ وتسديدة لكنها تتخلص الآن، مقطوعة مرتدة سريعة هنا على اليمين أندريا وهناك على اليسار، لكن استعجال أيضا من أندريا وبالتالي الكرة تتخلص من اللاعب أحمد النجعي، تعود من جديد. رمية تماس للعدالة، حمد يوسف وزاعي إلى عبد الرحمن القرني، والكرة إلى خارج الملعب، رمية تماس للعدالة، يبحثون عن تعديل النتيجة. رمية تماس، عبد الرحمن أو حمد الدوسري، حمد هذا العيسى محسن، حمد الدوسري على التنفيذ، ينفذها داخل منطقة الجزاء وأيضا خاطئة في خطأ على ياسين بوفالقة. خطأ لصالح، شوف الدفع واضح على ياسين. اليوم الخليج والجبلين حتى آخر نتيجة وصلتها الخليج يتقدم بهدفين، القيسومة وجدة لم تصل للنتيجة، ونجران يتقدم عن النهضة بهدف، الأنصار والنجوم لم تصلنا أي نتيجة حتى الآن. هنا أبها يتقدم على العدالة بهدف وبطاقة صفراء لياسين بوفالقة، بطاقة صفراء، خلينا نشوف، شوف خطأ وبطاقة صفراء على ياسين. داخلين على الدقيقة 63 من زمن عمر المباراة وشوط المباراة الثاني، وحتى الآن كما انتهت عليه في الشوط الأول تقدم أبها بهدف مقابل لا شيء. خطأ حسام والتسديدة لكنها بعيدة إلى خارج الملعب، بعيدة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لصالح العدالة. تنفذ من بلال محمد بالرأس، كواسيا حسام، سيدريك، سيدريك ينقلها جميلة باتجاه القحطاني عن طريق الجهة اليمنى، مرور اليسرى كما فعل في شوط المباراة الأول، ومحمد
محاولة لكنها تصدم تعود من جديد، لازالت الزيلعي والتسديدة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب من خالد الزيلعي. سريع الآن إلى حمد الدوسري، الدوسري يبدأ عن طريق الجهة اليسرى، نقلة جميلة ومحاولة لكن التدخل هنا من محمد خنيفر إلى خارج الملعب، خنفير إلى خارج الملعب أو محمد حسام إلى خارج الملعب، رمية تماس الهميان كواسيا يوسف إلى ياسين بوفلقة حيدر العامري اندريا مرور من أول ينقل الكرة داخل منطقة الجزاء وبالرأس تتخلص بشكل جميل ومرتدة الآن سريعة خالد الزيلعي، الزيلعي يبحث عن مين يهياها في وسط الملعب، تقدم الحسام والعودة للخلف والتغطية إلى خارج الملعب، رمية تماس لصالح أبها. حتى الآن تغيير وحيد فقط كان إجباري، للعدالة كواسيا محاولة وأيضا حارس المرمى نجران يتقدم بهدفين على النهضة، الجبلين يسجل هدف أول ويقلص الفارق 2-1. لقاءات هذا المساء خليج 2 الجبلين 1 نجران 2 النهضة 0. كرة الآن لصالح حسام، محمد حسام هزاع عسيري، عودة من جديد بكل أمانة، يلعبون كرة جيدة جدا ويحتفظون بالكرة بشكل رائع، أبها متى ما أرادوا في محاولة لتهدئة اللعب ولتهدئة الضغط، محاولة الآن عبد الله الهميان يتقدم ينقل الكرة إلى حسين صافرة وخطأ في مكان جيد جدا للبديل حسين الخليفة وقريب شوف هنا الخطأ ما بين أندريا وما بين يوسف فوزاعي، يوسف خطأ لصالح العدالة في مكان مناسب، وهنا أيضا حكاية هناك ما بين حارس مرمى أبها وما بين كواسي ويوسف على التنفيذ والتسديدة لكنها تصدم في الحائط وإلى خارج الملعب، ركلة زاوية، ركلة زاوية لصالح العدالة. شوف حاول لعبة طبعا على حساب أن الحائط يكون ارتفاع أقدام اللاعبين وبطريقة ذكية طبعا، لكنها أيضا لم تنفذ بالشكل المطلوب، اصطدمت في أحد اللاعبين وعدت إلى خارج الملعب، وخروج موفق من مروان فخر المغربي إلى خارج الملعب، واقع على الأرض بالسلامة إن شاء الله بالسلامة. حجر الفريق الوحيد اللي ما خسر حتى الآن، ولا يزال أقوى هجوم هو وأقوى دفاع أو حراسة هو والشعلة. فيصل جمعان يتصدر قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف،
ثم أوليفيرا من العين بثلاثة أهداف برازيلي، ثم البرازيلي لاعب العروبة ديجا ليما، ومحمد زريقات لاعب نجران الأردني، ونجران عنده ثلاثة أهداف، ونجران حتى الآن متقدم بهدفين على النهضة. كرة أمامية بالرأس إلى يوسف، تسديدة تصطدم، عودة في منتصف، يا سلام يا سلام يا الزيلعي، مرور بشكل موفق وبشكل جميل ما بين اثنين ومحاولة لكنها تتخلص، تعود الآن مرتدة. أنديريا يبدأ عن طريق الجهة اليسرى يتقدم، يلعب كرة ياوا في وسط الملعب، كواسيا يبحث عنه ميان، هنا تغيير الكرة من على الجهة اليمنى لصالح ياسين بوفلقة. ياسين يوسف فزاعي الهميان، عبد الله الهميان يتقدم، ارساليه جميله، انديريا انديريا لكنها مقطوعه، تتخلص اعتقد محاوله الوصول لمرمى ابها عن طريق العمق، ممكن في صعوبه شويه، الزيلعي يحاول وبالراس تبعد، لا زالت لسيدريك محاوله في رايه في رايه، ربما تكون الأطراف أحد الحلول، وربما يكون عبد الله الخميس أحد الأسماء القادمة في تشكيلة رضا الجدي. محاولة خلص على طريق الجهة اليمنى، الآن أبها يحاول، جميلة سلمي صافرة وخطأ، صافرة وخطأ وتغيير قادم. نعم 77 عبد الرحمن القرني يقادر، واللاعب البديل 18 عبد الله الخميس. عبد الله الخميس، هنا الخطأ المحتسب لسلمي أحمد السلمي، أحمد السلمي شوف، وهنا الكرة الماضية وال محسن العيسى على التنفيذ، في لاعب وقع على الأرض، بالسلامة لجميع اللاعبين. بالسلامة لجميع اللاعبين، حتى تحدثنا بأن ضمك لا زال يتصدر، هنا تغيير أيضا، تسعة يقادر سيدريك والبديل 20 محمد المنقاش. سيدريك يقادر، المحترف الكاميروني الأصل لكن فرنسي، يحمل الجنسية الفرنسية. ومحمد المنقاش 20 بديل. خطأ الآن لصالح أبها على يسار بلال محمد، وهنا أيضا عبد الرزاق الشابي، وحديث ربما بسيط جدا مع اللاعب البديل اللي خرج، المستبدل الرأسية، جول جميل ورأسية جميلة مباقتة، ضربة رأس تصعب على الحراس، والفرحة هنا لدى عبد الرزاق الشابي، ورأسية جميلة هنا من اللاعب محمد خنفير المحترف أو التونسي من مواليد تونسي الأصل، برأسية جميلة ويسجل الهدف الثاني ويصعب الأمور، لكنها الأمور ليست مستحيلة في عالم كرة القدم، شوف لكنها صعبة، هنا الرأسية، لا والله القحطاني، لا والله هو، خلينا نشوفه ثاني، شوف هذه اثنينهم شوف خلينا نشوف من هنا، لكن للاثنين من زاوية ثانية،
أفضل القحطاني، لكن أعتقد آخر شيء هي اصطدمت في رأسية محمد أو برأس محمد خنيفر، وبالتالي الاثنين اشتركوا، لكن محمد خنيفر اللاعب التونسي من مواليد طبعا التونسي الأصل يسجل الهدف الثاني لأبها ويوسع الفارق. محاولة الآن، مرور عبد الله إبراهيم القحطاني، والكرة إلى خارج الملعب، الكرة إلى خارج الملعب. محاولة خطأ لصالح أبها، أبها النجعي لاعب اللي باذل المجهود جيد جدا في مباراه اليوم. محاوله الان، هزع عسيري ينقل الكره داخل منطقه الجزاء، واسيا الى انديريا، محاوله تتخلص في منتصف الملعب. حسام يبدا السلمي يحاول، لكن ايضا تتخلص وصافره، وخطا لصالح العدالة، خطا لعبد الله الخميس اللاعب اللي نزل بدينا لعبد الرحمن القرني. شوف كره اماميه بالراس، مرور يوسف، تسديده الى خارج الملعب، الى خارج الملعب. ركله مرمى صول، انا الكره ليوسف خزاعي وتسديده، لكنها عدت الى خارج الملعب ركله مرمى. الراس خلاص الدوسري خالد الزيلعي، صافرة وخطأ لصالح العدالة لحمد الدوسري. ياسين بوفلقة كواسيا، كواسي عبد الله الهميان في منتصف الملعب، بدأ واضح تأثير الهدف الثاني على لاعبي العدالة معنويا، وبدأ أيضا بعكس أبها بدأوا يلعبون وهم مرتاحين أكثر أعصابا. نعم عندما تكون تبحث عن هدف تعادل ويدخل هدف آخر في مرماك بطبيعة الحال سيكون تأثيره ليس بالسهل، ولكن لا مستحيل في عالم كرة القدم، وكما يقولون هي نتيجة الأخطر عندما تكون متقدم بهدفين، ما أن تلبث حتى ويسجل هدف في مرماك وتبدأ الأمور في غاية الصعوبة. محاولة الآن، حيدر العامري يهيئها إلى الخميس، محاولة منقولة لكنها بالرأس تتخلص، تعود من جديد، خطأ لصالح أبها. في تغيير ايضا، اندريا يقادر اثنين، والبديل سبعه عبد الله البلادي، البلادي عبد الله، اندريا يقادر. كرة تنفذ الآن، محاولة زيلعي صافرة وخطأ، كرة في الجهة اليسرى الآن، محاولة يبحثون لتقليص الفارق وإحراز هدف أول. الهميان خطأ لصالح العدالة، وكرت أحمر لعبد الله الهميان،
احمر لعبد الله الهميان. خلينا نشوف خلينا نشوف. خلاص لا طلع الاحمر انتهى. بطاقه حمراء سيلعب العداله بناقص لاعب في العشر دقائق المتبقيه. شوف هذه اللقطه، شوف هذه اللقطه من زاويه اخرى. عطاه كذا على السريع هنا. خطا الان لصالح العداله في منتصف ملعب ابها تقريبا. يوسف فزاعي وهنا صاحب الهدف الثاني محمد خنفير. العدالة يتقدم الآن لاعبيه لمحاولة لتقليص الفارق لكنه متأخر بهدفين. أبها تراجع لأبها. يوسف وزاعي على تنفيذ الكرة الثابتة. يوسف يلقى الهدف في منطقة الجزاء وبالرأس جميلة وتسديدة. أوه الفرصة فرص تضيع. الفرصة تلو الأخرى على العدالة. شوف هنا الرأسية وهنا المحاولة وضاعت برأسية جميلة من ياسين. هنا أيضا الاحتكاك وضاعت إلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب من اللاعب عبد الله البلادي البديل اللي نزل. صفر مباراة الفريقين القادمة. العدالة يواجه الجيل أيضا على هذا الملعب يوم الأربعاء القادم وأبها يواجه الأنصار 10 أكتوبر العاشر من أكتوبر. هل يكون الفوز الثاني لأبها في تاريخ لقاء الفريقين على هذا الملعب إذا فاز انتهت؟ نعم هو ما فاز إلا واحد من اللقاءات التي جمعتهم. فوز وحيد لأبها على العدالة كان الموسم الماضي. فوز اليوم سيكون الثاني. وبطاقة وحيدة كانت حاضرة في تاريخ لقاء الفريقين من نصيب لاعب العدالة من البحراني اليوم تسجل. بطاقة ثانية في تاريخ لقاء الفريقين اليوم حضرت ومن أيضا نصيب العدالة لكن هالمرة من نصيب عبد الله الهميان. وضربة جزاء وحيدة حضرت في لقاء الفريقين أيضا لأبها اليوم أيضا حضرت الثانية وتسجلت. كرة الآن في منتصف الملعب. ياوى ياوى كواسي كواسي حمد الدوسري ينقل كرة أمامية وبالرأس تعود وتسديدة لكن بدون أي تركيز حصلها يوسف فزاعي. يوسف يبدأ الآن إلى حيدر العامري يهيئها للخليفة. محاولة تتهيأ من جديد من جديد إلى يوسف. يوسف يهيئها إلى حيدر جميلة ينقل كرة وبالرأس تمر من الجميع وأيضا استمرارية اللعب يأتي بقرار من حكم المباراة لكن الكرة لا زالت الآن في اللعب وفي لاعب واقع على الأرض. كرة باستطاعة طبعا اللاعبين أو زميلهم واقع على الأرض لكنهم لا زالت الكرة في أرضية الملعب و يعني يمكن مصاب إصابة بليغة لكن الكرة لا زالت الآن لدى العدالة. محاولة الآن يوسف
يبدأ يلعب كرة تتخلص. في منتصف الملعب القحطاني مرور عبد الله إبراهيم صافرة وخط. وبطاقة صفراء ل 18 عبد الله الخميس. بطاقة صفراء. نلعب في آخر 5 دقائق من زمن شوط المباراة الثاني والمباراة. داخلين على الدقيقة 41. محاولة الآن هزاع عسيري أي كرة تتخلص إلى خارج الملعب. كرة الآن هذه لقطة طبعا رقم الواحد طبعا الرقم مكتوب بالقلم واضحة في لقطة جميلة من مخرج المباراة هي تحديدا للاعب محمد خنفير من سجل الهدف الثاني التونسي من مواليد. كانت معدلة طبعا أو بالقلم بقلم اليد مثل ما يقولون. محاولة الآن عن طريق الجهة اليسرى يحاول عسيري هزاع ويكسب ركلة زاوية. بدأوا لاعبي أبها يلعبون في أريحية أكثر في الدقائق المتبقية وبالتالي أعتقد ربما 3 نقاط ستكون لأبها وستكون ثمينة جدا. وأعطيك الآن موقع الفريقين لكن خلينا بعد الكرة هذه محاولة حسام في منتصف على طريق الجهة اليسرى النقلات شوف ما بين لاعبيه. رمية تماس تنفذ عودة من جديد قحطاني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام مرور يا والزي علي الزي علي لكنها إلى خارج الملعب من خالد إلى خارج الملعب. كرة جميلة وعدت إلى خارج الملعب ركلة مرمى لصالح العدالة. ركلة مرمى للعدالة صافرة وخطأ. أعطيك الآن موقف طبعا ضمك عند 13 نقطة في المركز الأول هجر 12 العين 11 في المركز الثالث. كرة محاولة الآن طبعا هناك لقاءات لم تنتهي ما انتهت ولا لقاء حتى الآن وبالتالي لكن خلينا في مباراة اليوم 7 نقاط لدى أبها وفي حال فوزه سيرتفع رصيده إلى 10 نقاط سيتساوى مع صاحب المركز الرابع جدة والشعلة والأنصار والجيل. وهنا تأتي الأهداف وتبقى طبعا جدة عند اللقاء مع القيسومة وأيضا بالتالي ستتغير خارطة مؤقتا الترتيب الفرق مع نهاية مباريات هذا اليوم. خطأ لصالح العدالة في منتصف الملعب كواسيا ياوا ياوا تقدم. نلعب في آخر دقيقة من زمن شوط المباراة الثاني والمباراة. كرة أمامية الآن بالرأس تبعد داخل منطقة محاولة خاطئة لكن تعود من جديد. رمية تماس لصالح العدالة. شوف اوه هذول جانب من لاعبي اتحاد جدة للاستعداد والتمرين ربما بعد هذه المباراة عندهم مباراة يوم قد امام نموذج الاحساء في مباراة هنا
على هذا الملعب، وبالتالي هم قادمين ربما سيكون هناك تمرين لهم على أرضية الملعب، والرأسية لكنها تبعد، وست دقائق وقت بدل ضائع وتغيير قادم، ست دقائق وقت بدل ضائع، وأنا شايف لاعب أعتقد تغيير سيكون ركلة زاوية الآن للعدالة على التنفيذ يوسف، وبالرأس لكنها تبعد، تعود من جديد، رأسية لا زالت داخل أرضية الملعب، محاولة تتخلص إلى أين؟ إلى خارج الملعب، رمية تماس، تغيير سبعة يقادر، سبعة عبد الله إبراهيم القحطاني والبديل 13 كمارة، 13 كمارة، اللاعب الصغير النشيط المميز بكل أمانة القحطاني هو من سيقادر، وكمارة بديلا لإبراهيم لعبد الله إبراهيم. رمية تماس للعدالة فيما تبقى من الوقت بدل الضائع داخل منطقة الجزاء، محاولة تتخلص، تعود من جديد يوسف لبلادي إلى حيدر إلى البلادي، ورمية تماس لصالح العدالة، حيدر العامري، حيدر رمية التماس تنفذ داخل منطقة الجزاء، بالرأس تبعد، تعود إلى حيدر، محاولة والكرة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى، اثنين صفر، اعتقد الامور غير مرضية لك يا رضا، اطلاقا لكنها هي النتيجة النهائية الا اذا كان هناك تغيير في الوقت بدل الضائع المحتسب، ولا اعتقد ذلك، وان تغيرت النتيجة ربما تكون الثلاث نقاط الثمينة لأبها في منتصف الملعب الآن، كواسي، كواسي مرور، محاولة، الكثرة تقلب الشجاعة، تتخلص، تعود من جديد، في لاعب واقع على الأرض، تغيير جهة اللعب، هنا أقصى اليسار لصالح المنقاشي محمد، كمارة، كمارة أحمد النجعي، النجعي احمد، خلص كواسيا، عبد الله البلادي، عبد الله الى حيدر، يلعبون بنقص لاعب على الطرد، عبد الله الهميان اماميه، تتخلص الى خارج الملعب، رميه تماس، خساره ثانية يتلقاها العدالة بعد خسارة الأولى في الأسبوع الماضي كأول خسارة، اليوم يتلقى الخسارة الثانية ويبقى في دوامة الخسائر، وهنا رضا، رضا الجدي أو رضا جدي، رأسية سهلة لمروان فخر، أبها يفوز في هذه المباراة وسيكون الفوز الثالث له، وبالتالي يتعدل، يرفع رصيده إلى 10 نقاط، 3 نقاط من أمام العدالة وخارج الديار، أعتقد ثمينة جدا في هذه المواجهة، صافرة وخطأ، صافرة وخطأ لصالح العدالة، تنفذ، حمد الدوسري إلى خارج الملعب، حسين تصطدم في المنقاش، عودة من جديد لحارس المرمى، الخليفة حسين عبد الله الخميس، راضي الراضي في منتصف الملعب يوقف على كرة راضي، يلعب كرة طويلة،
ياوك واسيا مرور من أول ويلعب كرة داخل منطقة الجزاء لكنها أيضا تطول تتخلص الآن تعود إلى محسن مرور خالد الزيلعي مقطوعة يوسف فزاعي يبحث جميلة جميلة اللعبة لكن القراءة الموفقة أيضا والأكثر من رائعة هناك أتت عن طريق المدافع محمد حسام وبالتالي خلص الكرة الماضية بكل ذكاء كرة في منتصف الملعب محاولة حيدر العامري كواسي سريعة بالرأس تبعد هزاع عسيري هزاع إلى حسام الطبوبي عودة من جديد حسام أحمد النجعي إلى خارج الملعب كمارا ما حصلها ومع هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا يطلق الدولي عبد الرحمن السلطان صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز العداء وبفوز أبها وخسارة العدالة هنا الفرحة وهنا اللقطة الأخرى في الجانب الآخر وعدم الرضا على محيى رضا الجدي وهنا عبد الرزاق الشابي كما تحدثنا الخبرة لربما تفوقت في هذه المباراة والأبها يكسب 3 نقاط ثمينة مبروك لأبها حظا أوفر للعدالة هذا ما كان لدي أنا محمد لبختان أتحول بالصوت والصورة للزميل وائل القحطاني ومع ضيوفه في أرضية الملعب تفضل زميلي وائل شكرا لك زميلي محمد البخيتان الذي كان وصفا معلقا على مجريات هذا اللقاء اذا مشاهدينا الكرام العداله يخسر للمره الثانيه على التوالي امام ابها وعلى ارضه